نستكمل بقية أخبارنا ولسه داخل نادي الزمالك، فرفض مسؤول الزمالك إعلان رحيل محمد عنتر صانع ألعاب الفريق في النصف الأول من فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري بسبب رفض رحيل اللاعب إلا بمقابل مالي كبير يعرض المبلغ الكبير اللي تم التعاقد به معاه وبيقدر ب 15 مليون جنيه عند ضمه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في عام 2018، لذا بيرغب مسؤوله الأبيض في تحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة. واشترط مسؤول الأبيض على عنتر استقدام عرض للرحيل على سبيل الانتقال النهائي وليس الإعارة، وهو ما أدى إلى تأجيل إعلان رحيله من قلعة ميت عقبة في النصف الأول من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم موافقة الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للأبيض على المسألة. وبيحاول محمد عنتر خلال التوقيت الحالي إقناع مسؤولي الزمالك بالرحيل على سبيل الإعارة إلى نادي أنبي من أجل المشاركة بشكل أساسي، وهو ما يعجل أو يجعل الأبيض يستطيع تسويقه بعد ذلك بصورة أكبر في نهاية الموسم الجاري، خاصة وأنه لم يشارك في هذا الموسم سوى ب 45 دقيقة بس مع نادي الزمالك أمام جنراسيون فوتا السنغالي في ذهاب دور ال 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا بيصعب عليه استقدام عرض لناديه بالمقابل المالي الكبير اللي بيطلبه النادي الزمالك للموافقة على رحيل اللاعب. يعني من الجيد ان نشوف نادي الزمالك كاداره لما يكون في لاعب خلاص مش حابين نحصله على خدماته بيفتحوا له الابواب علشان يقدر يرحل، ولكن بقى توفيق الحاجات اللي تسهل فعلا اقامه الصفقه او الاعاره او بيع اللاعب هي ان هي تكون حاجات برضو مطالب ينفع يكون في التوقيت الحالي في منتصف موسم بمبالغ ماليه ممكن ما تكونش هي الافضل عند الانديه اللي بتكون موجوده في الموسم او في الدوري الممتاز في التوقيت الحالي، فالدنيا يكون فيها تسهيلات. يعني من المنطقي ان يكون من الصعب لاعب ما شاركش الا 45 دقيقه طول الموسم لحد دلوقتي وهيكون عايز صفقه فيما يضاهي 15 مليون جنيه من نادي تاني في الدوري الممتاز، هيكون برضو من الصعب ان يحصل ده. أكيد الإعارة هتكون بتسهل بشكل أكبر وهيكون مبلغ أهون على كل الأندية اللي ممكن تحصل على خدمات محمد عنتر، لعيب سريع ولعيب طموح، ولما جه نادي الزمالك كان ليه بصمه، ولكن ممكن المديرين الفنيين ما كانوش بيخلوه يشارك او ما كانش فيه اقتناع فني بيه، ولكن من المتوقع انه لو رحل عن نادي الزمالك وشارك مع نادي اخر ممكن يكون بيثبت نفسه بشكل جيد. هنشوف ان شاء الله مع نهايه الميركاتو، بنامل ان اي لاعب ملوش مكان في ناديه يكون ليه فرصه ان هو ينتقل الى نادي اخر ويقدم ويتعب ويعرق في ملعب مع فريق تاني يستفيد هو ويفيد النادي اكيد اللي هيكون بينتقل اليه، وهيفيد كمان النادي اللي هو رحل عن صفوفه بقيمه ماديه برضه هتكون جيده، يعني فالكل هيكون مستفيد يعني بشكل عام.